لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تطورات أمنية عاجلة على الحدود التونسية الليبية، والهلال الأحمر يوجه نداء استغاثة عاجلة. وجه الهلال الأحمر الليبي نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية، وقال في بيان له أن المهاجرون يعانون على الحدود الليبية التونسية من وضع إنساني حرج فيهم، يعيشون في ظروف قاسية ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء. أوضح أنه لمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة أطلقت الأمانة عام الهلال الأحمر الليبي نداء للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة بالشراكة مع منظمة اليونسيف ضمن مشروع الاستجابة الطارئة، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة من خلال فرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس. ودعا الهلال الأحمر الليبي لمساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساندتنا في هذه الظروف الصعبة.